قالت شو يطنون؟ وشي رمستهم هذه؟ يدي ما يحب لندن. انجليزي بويا، عيالي يرمسون انجليزي. ليش؟ بلاها رمستنا؟ ما بلاها شيء، لكن بويا نحن في لندن. ايه نيلعوك، غديتوا لندنيين؟ ان شاء الله بويا، بيرمسون مثلنا ومثل ما تبى، لكن اصبر عليهم وتحملهم شوي، لين تغدي ريولك بخير. إيه تولهنا على البلاد. أمي نعمة جزاكم الله خير، ما قصرتوا، سامحونا عادة تعبناكم هالمرة. هي نعم، بارد أشوف الهوش والدياي، ما أدري شو استوى عليه العقبلة. على أي حال كذي ولا كذاك، نحن رادين حول الله، حق الهوش والدياي. سوري جايز، خلص الخبز. حمدون سمعت؟ يدي ويدو بيردوا الإمارات بعد كم من يوم. يوه ليش يرجعون؟ لازم يتبون ويانا. I don't want them to go. وانا بعد، لكن كيف اخليهم يتمون معانا؟ ما اعرف، بس بفكر. لا تطالعيني، فلوسهن وبسرقهن الا براجع شو بسوي بهن. وين سارن؟ انا حطتنهن بيديه. يمكن راح يتكشتن في الهاي بارك. وين سارن يعني؟ أكيد حطيتيهن في بقعة ونسيتيهن. ويه إيش حالي والمرود بعد ما شي؟ شو كأنك إلا ضيع شي من سمانك؟ مسباحي ما لقيته، بس أنا في حياتي ما ضيعته. قولي ملح وحد دره في الهواء. سكن ما حد غير السكن أعرفهم، هذا سواياهم. سكن في لندن؟ منو بيتعبث بكشارنا غيرهم؟ ها قلي. ايه تشور بننشد ناعمة، صبري لا تستعجلين.
نسوي؟ عشان يدي ويده ما يسافروا عنا. انت عشان كذي تسرق اغراضهم؟ ايه لا، انا ما اسرق اغراضهم، انا ارتب اغراضهم بس في مكان ثاني. تسرق اغراضهم ترتبهم، انا ما يخصني لو حد شافك ونازع. ها حصلت براقعية؟ ابوكم ويه هكوش حالي، كيف وصل هني؟ وحسبي الله عليكم يا سكن لندن. سكن ولا ما بسكن، انا هالبلاد ما باتم فيها، الله يردنا بالسلام لبلادنا اليوم قبل باكر. يدي انا اللي الله يسامحك يا حمدون، ظلمنا سكن لندن. حمدون ليش تسوي كذي؟ بارك الله فيك. عشان يدي ويدو يتمون معانا، وفكرت اذا دسيت اغراضهم يمكننا. مو بزين تسوون كذي، فديتكم عيالي، العيال الشاطرين لازم يحترمون اهلهم ويحترمون الكبار. بس يدي الحين زعلان منه. والله انا على الاقل سويت شيء. عندك فكره احسن؟ عندي فكره، احنا ما نبغي يدي يسافر، يدي ما يبي يتم هني، ويدي يقول اطفال الامارات شطار متادبين. انزين ليش نحن ما نسافر الامارات ونتعلم منهم؟ الله على الفكره وايد حلوه، ليش ما فكرت فيها من قبل؟ لأنك كنت مشغول تسرق أغراضهم. لا 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 لا، الشور هذا مرة هبزي. أنا أشوف هالفكرة زوينة. لا أنا ما أشوفها فكرة زينة أبد. بس يدي أنت قلت. أنا قلت ما بتسرون هويانا، يعني ما بتسرون هويانا. بصير معكم شي وديكم هويانا، صحراء ورطوبة عندنا، وادريبكم ما بترتاحون ولا بتستانسون. صحراء؟ صدق والله؟ شي بعد حرامية مثل كرتون مال علاء الدين؟ لا حيلي ولا قوة. شو تقول انت؟ شو تقول؟ هاي شفت على الموفي، كانوا في الصحراء وكان في جمال وبعد لصوص، اشكاله متخوف وبعد كهف كبير رهيب، كان لازم يقولون افتح يا سمسم. واو مشكورين عيالي، لكن ليش تسوون كذي؟ نحن نساعدك يدو عشان ترتاحين، شفتي كيف احنا شطار؟ واذا رجعنا وياكم الامارات ما بنتعبكم. ايه لكن نحن في البلاد ما ناكل على طاولة، نفرش على الارض وناكل. الله مثل الرحلات. يدي تبى شاهي؟ يدي خذ هذه حتى ترتاح. بعدي يا عيالي، الله يحفظكم، انا راضي عليك. يا مركب الساعه مليون. حمدون حمده، سيروا ماما وخلوا يدكم بروحه، سيروا فديتكم حجرتكم ولعبوا ألعاب فيديو هناك. لا تحاتون حبايبي، ما علي شوي وبينسى السالفة، يلا سيروا. خلاص الحين صدق ما بيودونا معهم، أنا زعلان. شو تسوي؟ مثل ما قالت ماما نلعب فيديو جيم. شو عندهم اليهال حاشرين الدنيا؟ ما شيء، يلعبون بلعبهم. حمدون ارقص ارقص دانس لايك ا ريل روك ستار. شو قالت بنتك؟ ارقص. بس اللي ما تستحون ولا تخيلون. شوف يدي، انا في عمري كله ما شفت مسخره، شرات المسخره اللي اشوفها قدامي الحين. يدي نحن كنا نلعب، كل الاطفال يلعبون مثلنا. كان كل عيال انجليز يمكن، لكن عيالنا ابد ما يسوون هالمسخره.
كيف تخلون عيالكم يتصرفون كذي؟ خير أبويا، شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ عيالك غادين شرات المستخفين. شو مستخفين؟ شوفوا كلكم، هاليهال ما بيعيشوا في هالبقعة، بيردون هويانا البلاد غصبا عنهم، رضوا ولا ما رضوا؟ لكن احنا قلنا. كلكم جاهزين؟ يا الله عيال، بسم الله وتوكلنا على الله. اسمعوني عيالي، أباكم تكونون مؤدبين، لا تخلون يدي ويدو يزعلون منكم، زين؟ يس مامي. حامد، أنا خايفة عليهم. لا تخافين يا حرمة، عيالك ما عليهم شر إن شاء الله. لا، كنت أقصد أمي وأبويا. يدي، كيف الطيارة تنفوق في السماء؟ أبوي، مو الطيارة مصنوعة من حديد؟ يعني ثقيلة، كيف ما تطيح؟ فعل الله ولا فعلك. يلا أرقد الحين، لأن راسي غدا من كثقل من الطيارة. هاي يدي، عرفت كيف الطيارة تتم في السماء وما تطيح؟ هذيلا رموني. ما شاء الله عليكم، متى كبرتوا كذي؟ ايه يلا، متى بنشوف الامارات كلها؟ وين الصحراء؟ نقدر نسير الحين؟ What about camels؟ I wanna see camel. الصيف هذا بيكون احلى صيف في حياتي، صح يدي؟